بسم الله الرحمن الرحيم. بانتهاء الفيرتلايزيشن يتكون الزيجوت وتبتدئ مرحلة جديدة من مراحل حياة الإنسان في هذا العالم. هذه الحياة تستغرق مدة تبلغ حوالي 36 أسبوع، ويحدها مكان هو اليوترس of the mother. يبقى زمان مدة هذه الحياة 36 أسبوع، مكان هذه الحياة هو رحم الأم. تبتدئ الحياة، ولا أقول تنفخ الروح، لكن تبتدي مرحلة من مراحل حياة الإنسان. كان في هذه الفترة ما زال ميتا، لكنه يتحرك ويعمل ويتكاثر ويأكل ويعيش بلا روح، لأمر قدر له. طيب، هذه المرحلة من الحياة بيسموها انترا يوترين لايف، أو الاسم الشهير التاريخي the pregnancy، الحمل. الحمل 36 أسبوع. الأسابيع الأربعة الأول دي المنوط بيها علم الجنرال إمبريولوجي. في هذه الأسابيع الأربعة تحدث تطورات درامية في حياة الإنسان الأول، أو هو لم يكن حتى إنسان، بل كان مجرد خلية، خلية تعرف باسم الزيجوت، خلية واحدة بداخلها هذا الزيجوت توجد في مكان ما من الأعضاء التناسلية الأنثوية، وهي اللاترال إند أوف ذا فالوبيان تيوب. الأسابيع الأربعة اللي هندرسهم في الجنرال إمبريولوجي نبتدي بالأسبوع الأول ونشوف أحداثه، Events of the first week of pregnancy. كان الحدث الأبرز الذي ابتدأ مع بداية الأسبوع الأول ومباشرة بعد انتهاء الفيرتلايزيشن هو حدث تشريحي، حدث جنيني يعرف باسم الكليفج أو السيجمنتيشن، الانقسام. تعريف السيجمنتيشن دي process of successive series of mitotic divisions. هذه successive series، المراحل المتتبعة أو السلاسل المتتبعة من الانقسامات الميتوزية، تؤدي إلى repeated duplication of the cells of the formed structure، تؤدي إلى تضاعف عدد خلايا الجسم الجديد. لسه مش قادر أسميه، ده اسمه زيجوت. المراحل: الزيجوت هيبتدي أول ميتوزس، بعد ما يتكون على طول، بعد ما يتكون الزيجوت هتنقسم خليته إلى خليتين. كان هذا الانقسام يحدث بعد 30 ساعة من الفيرتلايزيشن. ثم حصل الانقسام الثاني ونتج عنه ستراكشر جديد مكون من 4 خلايا، وده كان بعد 40 ساعة من الفيرتلايزيشن. ثم حصل الانقسام الثالث نتج عنه ستراكشر جديد في 8 خلايا، وده كان بعد 48 36 ساعة من الفيرتلايزيشن. لكن بعد 3 ايام الاستراكشر الجديد اللي فيه 16 خلية اسمه الموريولا او قطعة الفراولة، الجسم الجديد المتكاثر اللي خلايا قاعدة تتضاعف
مع كل انقسام حينما يصل عدد خلاياها المتكاثرة إلى 16 خلية يطلق عليه في هذه الحالة اسم موريولا أو حبة الفراولة. عملية الانقسام من خلية واحدة وحتى وصول الجسم المتكاثر أو المتكاثر تكاثر إلى 16 خلية، هذه العملية التي استغرقت من 3 ل 4 أيام كانت بتتم بداخل الفالوبيان تيوب. معنى الكلام ده إيه؟ تعالوا نشوف الرسمة ونقدر نتكلم. هنا ده كان الزيجة تتحول إلى تو سيل ستراكشرز بعد يومين، بعد 30 ساعة. ونلاحظ حاجة، إن الزيجوت لما بقى خليتين مازال محتفظ بالزونة باللوسيدا زي نون سيلولار لاير اللي هتحميه. هتحميه منين؟ هتحميه من الغدارين. مين هم الغدارين؟ وإيه فايدة الزونة باللوسيدا؟ وليه الكورونا رادياتا راحت وتبقت الزونة باللوسيدا؟ طيب قبل ما انقل الخطوة اللي بعدها لازم أقف عند الزونة باللوسيدا. هذه النون سيلولار لاير اللي اسمها الجدار الابيض او الحزام الابيض او اللي بيسموه المانع او الحاجز، الجدار الاخلاقي. ايه فايدته؟ فايدة الزونة باللوسيدا هتمنع دخول اي حيوانات نوية متربصة لهذا الجسم الجديد. الله، مش احنا قلنا ان في حيوان ونوي واحد هو اللي عنده المقدرة على الدخول؟ لان في بعض الحالات هنجد بعض الحيوانات المنوية تتربص بهذا العضو الجديد وتحاول تعمل فتحة وتدخل، الا انها لانها طبعا هذه الحيوانات كان منتظرها مصير مؤلم، ان اليوترس بتاع المزر كان سيتولى بواسطة الإفرازات الموجودة بداخله إلى تحطمها وتكسرها والاستفادة من النيوكليك أسيدز الموجودة في النيوكليس بتاعتها. يعني الوايف أو الزوجة هتستغل الحيوانات المنوية المحطمة وتكسرها وتعيد تدويرها وتستغلها لحسابها وتستفيد في بناء جسمها. ولعل ده ربما يكون السبب ان بعض الزوجات بعد فترة تبتدي بيسموها باللغة المصرية الدرجة تردن على جوزها، يعني تقرب في الشكل والطباع من زوجها. لعل النيوكليك أسيدز بتاعت الديستراكتد سبيرمس اللي ما افلحتش في الدخول او اللي ما كانش مقدر لها الدخول، لعل ده تكون احد الاسباب. الا ان بعض من السبيرمس اللي بتحاول تهرب من عملية التدمير والتكسير اللي هتعمله في الرحم يتربص بالفورمد ستراكشر الجديد اللي قاعد يتكاثر وتحاول تدخل مع الحيوان المنوي اللي دخل. طب احنا عارفين ان عريس واحد اللي دخل، مالكم انتم؟ الا ان نجد هناك حاجز جداري منيع اسمه الزونة باللوسيدا يمنع دخول اي حيوان منوي اخر. دي احد الفوائد. الفايدة التانية انه يمنع التصاق هذا الجسم المتكاثر بجدار قناة فالوب. It prevents adherence أو sticking of the rapidly growing structure مع الـ inner surface of the fallopian tube. الفايدة الثالثة، بيمنع التصاق هذه الخلايا المتكاثرة مع بعض. إذن دي الفوائد الثلاثة للزونة باللوسيدا. وصلنا الخليتين بعد 30 ساعة ما زال هذا الـ structure المتكاثر، خلايا بتزيد
بعد 40 ساعة تتكاثر الخليتين ليصبحهم 4 cell structures، وبعد 2 لـ3 أيام الفور سيل ستراكشر خلاياه هتتضاعف وتصل إلى الـ8 سيل ستراكشر، وبعد من 3 إلى 4 أيام الـ8 سيل ستراكشر هيتحول إلى 16 سيل ستراكشر، والـ16 سيل ستراكشر يعرف باسم الموريولا، ويوجد عند نهاية أو بداية قناة فالوب عند اتصالها مع اليوترس. بيسموا هذه الرحلة تيوبال جيرني، أو بيسموه ذا فيرست مايجريشن، الهجرة الأولى. إذن الإنسان قام بالهجرة الأولى منذ كان خلية واحدة من مكان تكونه في اللاترال اند او الامبيولاري بورشن اوف ذا فالوبيان تيوب، ويبتدي اول رحله في حياته. اذا الانسان هو عباره عن رحلات متتابعه، وكانت اول رحله هي التيوب الجيرني اللي كان بيحصل فيها الكليفج او السيجمنتيشن. استغرقت الرحله بداخل قناه فالوب حوالي 3-4 ايام، تحول فيها الزيجوت الى موريولا او 16 سيل استراكشر. لماذا يهاجر الانسان؟ ليه الانسان دايما بيترك بلده؟ ليه بيترك مسقط رأسه بحثا عن شيئين مهمين؟ عادة بيبحث عن مسكن واسع لعائلته المتزايدة، ومصدر رزق وفير يليق بكرامته الإنسانية. هنا الزيجوت بتاعنا لما بدأت الخلايا تكتر، الفالوبيان تيوب ضيقة عليه، فبدأ يدور على مكان تاني، يبحث عن مكان آخر. فابتدأ أول رحلة له بداخل الفالوبيان تيوب، وبدأ يمشي في الفالوبيان تيوب، وهو بيتحرك في قناة فالوب كانت خلايا بتتكاثر حتى وصلنا إلى الموريولا، وما زالت الزونة باللوسيدة تحمي هذا الكائن المهاجر حتى لا يتعرض إلى اغتصاب الغاصبين من السبرماتوزوا المتربصة والهاربة من مصيرها المؤلم من التكسير والتدمير والموت المحتم بداخل الفيميل جينيتال سيستم. طيب، إذا جينا نعمل سمري للفيرتلايزيشن والكليفج، الجزء من الكليفج اللي كان في الفالوبيان تيوب، هنجد هنا ان الماتيور سبيرم بتاعنا، وطبعا انا بتحفظ على كلمة ماتيور، بنقول السبيرم لا يصل الى الفول ماتيوريتي الا بعد ما يعدي الفيميل جينيتال تراكت. تعدى الفيميل جينيتال تراكت ووصل الاوفم، اذا هو ماتيور. قبل كده ما كانش ماتيور، قبل هو في داخل الميل جينيتال سيستم لم يكن ماتيور، كان فورمنت لكنه لم يكن ماتيور. الماتيوريشن بيتم بعد الكاباسيتيشن بداخل الفيميل جينيتال تراكت. الان اصبح ماتيور، تحفظت، ولما لقيته عدى يعني وصل الاوفم يبقى لازم يكون ماتيور، يعني عدى الفيميل جينيتال تراكت. هيتجمع مع مين؟ مع الفولي فورمد اوفم. اما الاوفم فلم تكن ماتيورة على الاطلاق قبل بدخول السبرم. والاوفم اللي هي العروسة بتاعتنا كانت محلاة بهذا التاج، الحزام الابيض الجميل اللي اسمه، هنا لونه احمر، عامل لونه احمر، اللي اسمه الزونة باللوسيدا، والتاج الاشعاعي الجميل اللي كان اسمه الكورونا رادياتا، وبداخلها النيوكلاس اللي فيها 23 كروموزوم. طيب، هيبتدي السبرم يمارس الخطوة الثالثة الى الاكروزومال رياكشن، بيعمل رياكشن، هو بيطلع الاكروزوم بتاعه بينفجر ويطلع قنابل المتفجر التي تؤدي الى ذوبان الكورونا رادياتا واحداث فتحة في الزونة باللوسيدا، يدخل على اثارها الهيد ويروح التيل ويكون الميل برونيوكلياس والفيميل برونيوكلياس، يتجمعوا ويعملوا زيجوت، ينقسم الزيجوت الى خليتين، ثم الخليتين هينقسموا بعد ذلك الى 4
خلايا، عيدها تاني، ادي الزونال رياكشن او الاكروزومال رياكشن اللي هينتهي بدخول بذوبان layers of the corona radiata واحداث فتحه في الزونه باللوسيده، تكون الميل والفيميل بريروكليوي ثم اندمجهم وتكون الزيجوت اللي فيه خليه واحده، ويبتدي الكليفج. الزيجوت هو خليه يبقى اتنين، خليتين. الكلام ده بعد كام؟ بعد 30 ساعه. الخليتين يبقى اربعه بعد 40 ساعه، والاربعه هيبقوا ثمانيه بعد من فتره يومين الى ثلاثه، والثمانيه هيتحولوا الى 16، وال 16 خليه اللي هو المورولا ده من 3 ل 4 ايام في الحاله دهيت كده بقينا المورولا الى 16 سيل ستراكشر. الان وصلنا الى بدايه من نهايه لبدايه الفالوبيان تيوب، وهيستعد المورولا لدخولها فين؟ لدخول اليوتراين كافيتي. من الملاحظ ان الكورونا رادياتا راحت، بينما الزونة باللوسيدا هذا الجدار الابيض الشفاف الرائق، هذا الجدار الاخلاقي اللي بيحمي الخلايا الموجوده اللي قاعده تتكاثر ديت، اللي بيحميها من اغتصاب الغاصبين، من السبيرمس المتربصه، الزونة باللوسيدا ما زال موجود وكثره الاسره، واصبح فيها 16 عضو، 16 خليه، كل خليه من دول يسموها بلاستومير. اذا الكليفج في الفالوبيان تيوب او الجزء من الكليفج في الفالوبيان تيوب اللي استمر من حوالي 3 الى 4 ايام انتهى بتكون المورولا. خلايا المورولا 16، كل خليه نسميها بلاستومير اختفى من على المورولا الكورونا رادياتا، بينما تبقت الزونه باللوسيدا للحمايه. الان اصبحت الاسره ستيبل، ما يتخافش عليها بعد مرور 3 او 4 ايام من الفيرتلايزيشن، ما يتخافش عليها من السبيرمز الاخرى لسبب بسيط، السبيرمز خلاص ماتت، فلا داعي الان لوجود الزونه باللوسيدا. في نفس التوقيت الخلايا بتكتر وبتزيد، بيحصل سيريز اوف ميتوتيك ديفيجن، الخلايا هتبقى عايزه مكان اوسع تعيش فيه، هتبتدي مرحله اخرى من الكليفج بداخل اليوتراين كافيتي. هنا اصبح الان لا داعي للزونه باللوسيدا، الخلايا اللي بتكتر بتمتص فلويد، هيحصل لها سويلينج، هيحصل رابشر اوف ذا زونه باللوسيدا. لما يحصل رابشر للزونه باللوسيدا هيتكون استراكشر جديد بلا زونه باللوسيدا اسمه البلاستوسيست. اذا البلاستوسيست هو الخلايا المتكاثره، خلايا البلاستوميرز المتزايدة في العدد بعد اختفاء وانفجار الزونة باللوسيدا. الآن تخطينا اليوترين، تخطينا الفالوبيان تيوب، والاستراكشر الجديد اللي خلايا متكاثرة هيدخل اليوترين كافيتي يبحث عن بيت يعيش فيه. دلوقتي دخلنا وصلنا اليوم الخامس في نهاية الأسبوع الأول، اصبح دلوقتي اسمه بلاستوسيست بعد ذوبان الزونه باللوسيدا واحساس هذه الاسره بالاستقرار وزوال اخطار الفالوبيان تيوب. ايه الاخطار بتاعت الفالوبيان تيوب؟ اخطار الويتنج سبيرمز، السبيرمز المتربصه، اخطار التصاقات البلاستومير بالوول اوف ذا فالوبيان تيوب، والتصاقات البلاستوميرز ببعض تنفجر الزونه باللوسيدا، وكتر خيرها على هذا الدور الامين اللي ادته في حمايه هذه الاسره. بعد كده هيبتدي البلاستوسيست اللي هيتكون بعد انفجار واختفاء الزونه باللوسيدا، هيبتدي بعد كده الخلايا تكتر، نصل الى 128. البلاستوميرز اصبحت 128. في هذه الحاله يتم اطلاق لقب بلاستيولا بدل البلاستوسيست. طيب ما زالت الخلايا بتكتر، البلاستولا والاستراكشر اللي بدايه خلاياها 128، وحتى لما تصل الى 15000 خليه ما زال يطلق عليه اسم البلاستولا. طيب البلاستوسيست دخل اليوتراين كافيتي بحثا عن شيء ما، عن بيت واكل. طيب دلوقتي العمليه القسمات المتتاليه ديت،
ما زالت بتفضل مستمرة لحد فترة عمرية طويلة لحد ما تتكون الأعضاء بتاعتنا. إذن الكليفج مستمر، جزء منه في الفالوبيان تيوب انتهى بتكون المورولا، وجزء آخر كان في اليوتراين كافيتي بيكمل بقية الأسبوع اللي هو البلاستوسيست والبلاستيولا. وبعد كده هنشوف الكليفج هيمشي بطريقة روتينية، لأن بانتهاء الأسبوع الأول كان الحدث الأبرز عندنا في هذا الأسبوع هو تكون البلاستيولا. الزونة باللوس ده راحت، هو مفيش أخطار تانية، في أخطار من جهة أخرى. إحنا عايزين نبحث عن بيت، عايزين نبحث بدل ما كان جيش يدافع، عايزين جيش يهاجم، جيش يقتحم، جيش يستولي على أرض جديدة يصنع منها وطنا. وطنا لمين؟ للبلاستولا اللي قاعد خلايا بتكتر. الجيش ده جاي منين؟ جيش أي أمة هو اللي بيعمله شعبها. فشعب البلاستولا اللي خلاياها اسمها بلاستوميرز اللي كترت هتنتخب من أفرادها ما يكون الجيش المقاتل، جيش الغزو. ايه حكايته ده؟ يبتدي يحصل differentiation of cells، تميز للبلاستوميرز بداخل البلاستولا. هتتميز خلايا لصفين اتنين، الاوتر سيل ماس تعرف باسم التروفوبلاست هو الجيش الغزو المقاتل اللي هيساعدها على استيلاء على ارض جديدة تعيش فيها. يسموا هذه الاوتر سيل ماس يسموه التروفوبلاست. هنشوف التروفوبلاست ده بيكون من طبقتين. طب ومال الانر سيل ماس؟ الخلايا البلاستومير. البلاستومير او الخلايا اللي قاعده بتزيد وبتكتر، وصلت لعدة ال 128 هتوصل لحد 15000، هتكون كتلة خلوية داخلية تعرف باسم الامبريوبلاست اللي in the future it will be the embryo، وتحط مكانها سوائل التخزين، سائل يعرف باسم البلاستوسيل، سائل تتغذى عليه هذه الخلايا. الجيش المقاتل اللي هو الاوتر سيل ماس اللي اسمه تروفوبلاست ده مكون من طبقتين هنتكلم عليهم بعد كده، الطبقتين ودورهم في عملية الغزو والاستيلاء على ارض جديدة واتخاذها وطنا لها. اذا بنهاية الاسبوع الاول كان حصل ديفرانشيشن لخلايا الاستراكشر الجديد اللي بتكون ده، الاوتر سيل ماس اسمها تروفوبلاست وانر سيل ماس اسمها امبريوبلاست، وكافيتي للتغذيه اسمه بلاستو سيل. كده الاسبوع الاول انتهى، وهنبتدي احداث الاسبوع الثاني في المحاضره اللي جايه.